السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للنص الوظيفي الثالث في الأسبوع في الأسبوع الثالث من الوحدة الرابعة، النص تحت عنوان كيف نعد مشروعا تجاريا. يندفع بعض التجار دون تفكير سليم أو تدبير حكيم أو بحث، فيؤسس مشروعا تجاريا يبنيه على أحلام ويرجو أن يجني منه الربح الكبير ويعيش في رغد من العيش، ولكن أحلامه لا تلبث أن تصطدم بصخرة الحقيقة فيفيق من حلمه وقد خسر ماله وأضاع وقته، فيندم ويلعن الحظ، غير عالم أن إعداد أي مشروع تجاري يتطلب معرفة قواعد إنشاء المشروعات. وها نحن نعرض لك أهم القواعد التي يجب أن تقتدي بها عند إعداد ذلك المشروع التجاري الذي تحلم بإنشائه مستقبلا، لتسير به في طريق النجاح ولتصل إلى ما ترجوه من حياة هنيئة. فأول هذه القواعد أن تؤمن بنجاح مشروعك التجاري، وأن تبني هذا الإيمان على الحقيقة والواقع والدراسة والبحث. وطريقة البحث أن تبدأ بدراسة السوق بالنسبة للسلع التي تنوي الاتجار فيها عبر جمع الأرقام والمعلومات. فإذا تبين لك أن المشروع ينتظر له النجاح فامضي على بركة الله. والخطوة الثانية هي اختيار شكل المشروع، فهو إما فردي وإما شركة. ففي الحالة الأولى يكون مالك المشروع شخصا واحدا، وفي الحالة الأخرى يلزم البحث عن شركاء، ويأتي بعد ذلك اختيار الموقع المناسب للمشروع، ويرتبط حسن الاختيار بنوع المشروع. فمحلات البيع بالتقسيط يختار موقعها في المعتاد بالقرب من الأحياء الشعبية والشوارع حتى تكون في طريق القادمين والرائحين، وتكثر الفنادق حول محطات النقل لتستقبل المسافرين عند نزولهم، وهكذا. ثم في المرحلة الرابعة ينبغي تقدير رأس مال المشروع، وهنا تحسن استشارة ذوي الخبرة التجارية، إذ إن أي خطأ فيه خصوصا بالنقص سيعوق أعمال المشروع ويشل حركته. ولا تنسى أن جمالية المبنى ونظافته وحسن عرض البضائع يجذب الزبناء ويطمئنهم. إن كل مشروع تجاري في حاجة إلى الإعلان عنه قبل إنشائه والدعاية له بعد ذلك ليكثر الإقبال عليه فيزداد ربحه ويعلو شأنه. شكراً.